بسم الله الرحمن الرحيم. في الأجزاء اللي فاتت كنا انتهينا من شرح قانونين. القانون الأول كان بيتكلم على كمية الكهرباء، القانون الثاني كان بيتكلم على شدة التيار الكهربي. بالإضافة لده أو بالإضافة للقوانين، فإحنا كنا انتهينا من شرح بعض المصطلحات وبعض التعريفات. وطبعا أغلب التعريفات بتيجي من القوانين. يعني مثلا إحنا كنا عرفنا شدة التيار الكهربي وقلنا هو كمية الكهرباء التي تمر عبر مقطع من الموصل في زمن قدره إيه؟ 1 ثانية. فإذا نقدر، لو أنا عارف القانون أقدر أستنتج التعريف بسهولة، أقدر أقول إن شدة التيار هو كمية الكهرباء التي تمر عبر مقطع من الموصل في زمن قدره إيه؟ 1 ثانية. مش بس كده، كان في تعريفات تانية قدرنا نستنتجها من القانون، وهي التعريفات الخاصة بوحدات القياس. يعني مثلا إحنا قلنا إن وحدة القياس بتاعة شدة التيار الكهربي هي عبارة عن إيه يا جماعة؟ عبارة عن الأمبير. ممكن نعرف الأمبير؟ آه، قلنا أول حاجة بنكتب كلمة هو أو هي على حسب الحاجة اللي أنا بقيسها، وبعدين بكتب الحاجة اللي الأمبير بيقيسها. الأمبير ده بيقيس إيه؟ بيقيس شدة التيار. فأنا هيبقى تعريفي له هو شدة التيار الكهربي. شدة التيار الكهربي إيه بقى؟ الذي ينتج عن مرور كمية كهربية مقدارها 1 كولوم في موصل في زمن قدر 1 ثانية. ادي الموضوع بسهوله اهو يا جماعه. طيب ممكن، طبعا التعريف ده انا قلته يعني مستنتج، يعني انا جايبه من القانون، ممكن يكون مكتوب بصيغه تانية في اي كتاب، ولازم يكون الصيغتين زي بعض، يعني هما الصيغتين نفس الحاجه وتقدر تاخد عليهم الدرجه كامله يعني. طيب ممكن تعرف لي كمان الكولوم؟ اه نقدر نعرف لك الكولوم. الكولوم ده عباره عن وحده قياس بتقيس ايه؟ بتقيس كميه الكهرباء. يبقى اجي اقول له كده هي كمية الكهربية أو مقدار الشحنة الكهربية التي عندما تمر في زمن قدر 1 ثانية في موصل ينتج عنها تيار شدته إيه؟ 1 أمبير. كنا بنجيب الكلام ده إزاي؟ بنيجي نقول لو أنا عايز أحسب الكولوم، فالكولوم عبارة عن إيه؟ عبارة عن أي في تي. كنا بنحط ده بواحد ثانية ونحط ده بواحد إيه؟ بواحد أمبير. ونيجي نقول الكولوم هو عبارة عن مقدار الشحنة الكهربية التي عندما تمر في موصل في زمن قدره 1 ثانية ينتج عنها تيار شدته قد ايه؟ شدته 1 امبير. الامبير برضه نفس الكلام. كنا بنجيب الامبير ازاي؟ كنا بنقول ان الاي بيساوي كيو على تي، فكنا بنحط دي بواحد كولوم ونحط ديت بواحد ايه؟ بواحد ثانيه، ونقول ان الامبير هو عباره عن ايه؟ عباره عن شده التيار الكهربي الناتج عن مرور كميه كهربائيه مدارها 1 كولوم في زمن قدره ايه؟ 1 ثانيه عبر مقطع من الموصل. فده كده ملخص للكلام اللي فات وملخص لازاي نستنتج التعريف من خلال القانون اللي قدامنا. وطبعا احنا اتفقنا ان كل قانون محتاج اعرف له اكتر من حاجه للقانون ده. بمعنى القانون ده انا محتاج اول حاجه اعرفها فيه الكميه القياسيه او الكميه القياسيه او الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها الاساسيه، زي ايه؟ زي شده التيار الكهربي. القانون ده معمول لشده التيار الكهربي، فهنا انا بتكلم على شده التيار الكهربي، فلازم اعرف التعريف بتاعه. تاني حاجه اكون عارف وحدات القياس، ده بيتقاس بالايه؟ بالامبير. ده بالكولوم، ده بالثانيه. ثالث حاجه المكافئات بتاعت وحدات القياس، يعني الامبير بيكافئ ايه؟ بيكافئ كولوم على ثانيه. طب الكولوم بيكافئ ايه؟ امبير في ثانيه. طب الثانيه بتكافئ ايه؟ كولوم على امبير. فاكون عارف المكافئات. ثالث حاجه اكون عارف الرسومات البيانيه. رابع حاجه اكون عارف تعريف وحدات القياس، وهكذا. انت لو مثبت المعلومات دي في دماغك هتقدر لما يجي لك قانون تقدر تستنتج المعلومات دي حتى من غير ما تعرف تفاصيل القانون. طيب ده كده سريعا مراجعه على الاجزاء اللي فاتت اللي خدناها في الفيديوهات اللي فاتت. تعالوا ناخد بقى مجموعه من الاسئله النظري وبعض المسائل البسيطه علشان نقفل الجزء ده او نقفل اول درس عندنا في الفصل الاول. سؤال بيقول لك ما معنى ان شده التيار الكهربي المره في موصل يساوي 8 امبير؟ لما يجي لك سؤال ما معنى ان، فتقدر تكون عارف ان الاجابه بتاعته بتيجي من التعريف بتاع الحاجه اللي جايبها لك في السؤال. بمعنى بيقول لك ما معنى ان شده التيار الكهربي؟ اقول له استنى، هو يعني ايه شده التيار اصلا؟ شده التيار قلنا هو كميه الشحنه الكهربائيه التي تمر عبر مقطع من الموصل في زمن قدره كام؟ 1 ثانيه. انا هاخد التعريف ده واكتبه له في السؤال، اكتبه له في الاجابه. هقول له ايه بقى؟ هقول له معنى ذلك ان، معنى ذلك ان كميه الشحنه الكهربائيه التي تمر عبر مقطع من الموصل في 1 ثانية تساوي 8 كولوم. اشمعنى قلت كولوم؟ ده هو قايل لي في المسألة أمبير. أقول لك لا، أنا بص في الإجابة بتاعتي أنا ابتديت بمين؟ أنا قلت له معنى ذلك أن كمية الشحنة الكهربية، يبقى لازم أنتهي بالكولوم لأن الشحنة بتتقاس بالكولوم. طيب سؤال كمان، ما معنى أن كمية الكهرباء أو كمية الشحنة الكهربية أو مدار الشحنة الكهربية التي تمر عبر موصل في زمن 3 ثانية يساوي 12 كولوم؟ السؤال ده كده لما تيجي تبص عليه هو عبارة عن تقريبا مسألة مش سؤال. ليه؟ ايه اللي معطى عندك في السؤال ده؟ مديك ان الزمن بيساوي 3 ثواني ومديك ان الكيو بتساوي 12 كولوم. السؤال المهم هنا،
مين القانون اللي بيبقى جواه الزمن وفي نفس الوقت جواه الكميه الكهربائيه؟ مين القانون اللي جواه تي وكيو في نفس الوقت؟ هو القانون ده. طيب لما يكون مديني كيو تي يبقى انا حسبت مين؟ شده التيار. فاجي اقول له ان الاي بتساوي كيو على تي، الكيو بكام؟ ب 12، التي بكام؟ ب 3، يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ 4 امبير. فاجابه السؤال ده ببساطه هقول له معنى ذلك ان شده التيار المرة في الموصل ده بتساوي 4 امبير. الاجابه سهله اهو. معنى ذلك ان شده التيار الكهربي المار عبر هذا الموصل يساوي 4 ايه؟ 4 امبير. خلصنا الاجابه بتاعتنا. فدي كده اسئله ما معنى عن ما معنى ان على الجزء اللي فات، وهي اسئله سهله وبسيطه والناس تدرب نفسها عليها وهتلاقيها موجوده في كل الكتب الخارجيه وكل المذكرات. خلينا ناخد مساله بقى على الجزء ده. بيقول لك اذا كان عدد الالكترونات التي تمر عبر موصل في زمن قدره 4 ثواني تساوي 10 اس 20 الكترون، احسب شده التيار الكهربي. انا عايزك تتعود في حل المسائل على حاجه مهمه جدا. اول ما تيجي تقرا المساله حاول تطلع المعطيات في جنب لوحدها. ليه؟ لانك انت لما هتطلع المعطيات هتبتدي تشوف مين من القوانين متناسب مع المعطيات دي. الحاجات دي ممكن مش هتبقى واضحه في البدايه لان احنا في البدايه عندنا قانونين بس هنحل بيهم، فبالتالي اكيد المساله هتتحل بالقانونين دول. لكن مستقبلا لما تلاقي نفسك مخلص الفصل الاول والثاني والثالث وتجي لك مساله هتلاقي نفسك لازم تستف المعطيات في جنب علشان تشوف كام قانون من ال 20 30 قانون اللي انت دارسهم يستخدم في حل المساله. خلينا ناخد الايه المساله بتاعتنا. هو الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندي عدد من الالكترونات بتمشي في موصل في زمن قدره كام؟ 4 ثواني. يبقى الراجل مديني ان الزمن بيساوي 4 ثواني، 4 سكند. قال لك ان عدد الالكترونات ده كام؟ 10 اس 20. يبقى ال n بيساوي 10 اس 20 الكترون. وخدوا بالكم من الوحدات، انا بكتب الوحده قدامي عشان في بعض الاحيان الوحده بتبقى محتاجه تعديل. يعني كان ممكن في المساله ديت يقول لك ايه عدد الالكترونات التي تمر في موصل في زمن قدره 4 دقائق، يبقى انا كنت لازم اضرب القيمه دي في 60. ليه؟ علشان انا اغلب شغلنا او تقريبا كل شغلنا على الزمن يكون بالايه؟ بالثواني. طيب احسب شده التيار الكهربي. طيب لو جينا بصينا كده على القوانين، ادي القوانين اللي احنا درسناها حتى الان. يعني اجي اقول اي بيساوي كيو على تي، طب هو الزمن هو مديهولي، طب الكيو مش مديها لي. خدوا بالكم بقى، طالما الكيو مش مديها لك في المساله وهو عايز شده التيار، يبقى اكيد المعطيات الاخرى اللي غير الزمن اللي معطى في المساله هتكون بتحسب منها الكيو. هقول تاني، القانون قدامي اهوت بيقول ايه؟ اي بيساوي كيو على تي. لو انا عايز احسب الاي زي ما هو طلب مني في المساله فلازم يكون معايا كيو ولازم يكون معايا تي، اقسمهم على بعض اجيب شده التيار الكهربي. هو مديني التي بس ما ادانيش الكيو، طب مديك حاجه غير الكيو؟ اه الحاجه دي هتحسب منها كيو. فهمت الموضوع ماشي ازاي؟ وتقريبا 90% من المسائل اللي موجوده بعد كده بتنطبق على هذا الموضوع. يعني ممكن في الفصل الثاني يوم جاي جايب لك مساله، المساله دي تستخدم فيها قانون من الفصل الاول علشان تقدر تحل مساله الفصل الثاني. فهي الموضوع ماشي ايه بالطريقه دي. طبعا الموضوع سهل ان شاء الله مش صعب يعني. طب القانون بتاع الفصل الاول، القانون بتاع القانون الاولاني عندنا بيقول لك كيو بتساوي اي في ان. الاي محفوظه، شحنه الالكترون 1.6 في 10 اس 19. فهاجي اقول له كده، هاجي اقول له كيو بتساوي اي في ان. طيب لما كيو بتساوي اي في ان، الاي بكام يا جماعه؟ معروفه في احنا هنبقى حافظينها 1.6 في 10 اس 19. طب الان بيساوي كام؟ 10 اس 20. لما ديت تطير مع ديت الكلام ده في النهايه هيديك 16 كولوم، لان 10 اس 20 في 10 اس 19 هتبقى لك منها 10 بس، ال 10 في 1.6 هيديك 16 كولوم. طيب بعد كده انا عايز احسب شده التيار، اقول له اي بتساوي كيو على تي. الملحوظه المهمه اللي انا باكد عليها من بدايه الشرح بتاع المنهج انك انت لازم تكتب القانون. ممكن انت تكون طالب متميز وعارف القانون فبتقول اي بيساوي كذا على كذا وتطلع القيمه مباشره، لا لازم تكتب القانون لان بنسبه 100% القانون عليه درجه في المساله. اي بتساوي كيو على تي، الكيو بتساوي 16، الزمن معطى 4، يبقى ديت فيها 4 امبير. يبقى شده التيار الكهربي المر في الموصل ده عباره عن كام؟ 4 امبير. مساله كمان بيقول لك اذا كانت شده التيار الكهربي في الموصل تساوي 5 امبير، قلنا ايه؟ نستف المعطيات، يبقى شده التيار بتساوي 5 امبير. فاحسب عدد الالكترونات، يبقى هو عايز ال n، بعمل كده بكتب كده في قلب المساله، احسب عدد الالكترونات التي تمر عبر موصل في زمن قدره 5 ثواني، التي بتساوي 5 سكند. كده المساله بقت واضحه جدا. هو عايز شده التيار، اسف لا مش عايز شده التيار، هو عايز عدد الالكترونات. طب فين القانون اللي فيه عدد الالكترونات اهو؟ علشان اجيب ده يبقى لازم ده يكون معطى وده يكون معطى. طب ده محفوظ معروف قيمته، طب وديت مش معطى في المساله، يبقى اكيد هجيبها من باقي المعطيات اللي موجوده في المساله. فهاجي اقول له اول حاجه اي بيساوي كيو على تي، اي بتساوي كيو على تي.
الاي بكام؟ معطى ب 5 امبير بتساوي الكيو بكام؟ ما اعرفش، مش موجوده في المساله. طب والتي بكام؟ ب 5. يبقى 5 في 5 هيطلع لي ان الكيو بيساوي 25 كولوم. 25 كولوم هاجي اعوض في القانون ده اهو، 25 بتساوي 1.6 في 10 ناقص 19 في الان. منها نستنتج ان الان بتساوي 25 على 1.6 في 10 ناقص 19 الكترون. وتقدر طبعا تحسبها بالاله الحاسبه عشان تطلع الجزء ده في البسط، هتبقى سهل عليك ان شاء الله. دول كده كانوا مسالتين وسؤالين نظريين على الجزء اللي فات. اخر جزء هختم بيه في الفيديو ده اللي هو الجزء الخاص بالرسومات البيانيه. طبعا احنا في الفيديو اللي فات شرحنا يعني ايه علاقه طرديه ويعني ايه علاقه عكسيه، وما ينفعش اي طالب يعدي الفيديو ده باي حال من الاحوال. هو الفيديو رقم 4 في شرح الفصل الاول، الفيديو لازم الناس كلها تسمعه. عرفنا منه العلاقه الطرديه وعرفنا منه العلاقه العكسيه. خلينا ناخد القانون ده كده ونشتغل عليه شويه. لو انا جيت قلت لك العلاقه ما بين الاي والكيو عند ثبات الزمن، عند ثبات الايه؟ عند ثبات الزمن. يجي واحد يقول لي هو الزمن بيثبت؟ الزمن ما بيثبتش يعني حاجه، الزمن ده عمال يزيد. يعني انا طول ما انا عايش طول ما الزمن عمال يعد، فما ينفعش تيجي تقول لي عند ثبات الزمن. مش ده المقصود. المقصود ايه؟ انا مثلا هجيب سلك كهرباء، السلك ده وليكن اي سلك كهرباء زي ده كده مثلا، همرر فيه 20 شحنه. ال 20 شحنه دولت يعني ال 20 شحنه دولت همررهم في 1 ثانيه. ال 20 شحنه همررهم في كام؟ في 1 ثانيه. هينتج لي منهم تيار قد ايه؟ هينتج لي منهم تيار 20 على 1 اللي هو كيو على تي هيساوي 20 امبير. خدوا بالكم من الكلام عشان تفهموا معنى كلمه هثبت الزمن يعني ايه. لو انا جبت 40 شحنه ومشيتهم برضه في 1 ثانيه، يبقى انا كده عندي 40 شحنه همشيهم انا بطريقه ما هقدر امشيهم في 1 ثانيه بفرض ان ده هقدر اعمله يعني. يبقى دلوقتي عندي الزمن 1 ثانيه برضه زي الحاله الاولانيه، بس الكيو انا زودتهم شويه، خليت الكيو عدد الشحنات اللي تمشي خليتهم 40. فاصبح دلوقتي 40 على تي اللي هي 40 على 1 يساوي 40 امبير. فناخد بالنا من معنى كلمه تثبيت الزمن، مش معناه ان انا عملت توقيف للزمن اللي احنا عايشين فيه، لا، معناه ان انا هغير عدد الشحنات اللي بتمشي، بس هخلي الزمن بتاعها ثابت. هخلي الزمن بتاعها ايه؟ ثابت. جميل. في الحاله ديت الاي هيبقى علاقتها ايه مع التي؟ علشان بس نقدر نستفهم العلاقه اكتر هكتبها بالصيغه دي، اي بيساوي كيو على تي. الناس اللي سمعت الفيديو اللي فات هتفهم بقى وتقول لك مباشره ان العلاقه دي علاقه ايه؟ علاقه طرديه. العلاقه اللي قدامي ديت علاقه ايه؟ طرديه. طيب هي طرديه ليه؟ لانك انت طبعا ده ثابت، افترض ان هو بواحد وليكن يعني بواحد ثانيه، يبقى الاي دلوقتي بتساوي كيو، لان كيو على واحد بكيو. لو ده زاد بقى مثلا، لو كان بواحد وبقى باثنين ده هيبقى باثنين، لو ده بقى باربعه ده هيبقى باربعه. يبقى ايه؟ علاقه طرديه، يعني كل ما الكيو بتزيد كل ما الاي بتزيد. ركزوا بقى معايا، لو انا جيت قلت لك ارسم لي العلاقه ما بين اي وواحد على كيو. طبعا الناس برضو اللي سمعت الفيديو هتفهم. لو العلاقه بين اي وكيو طرديه، يبقى اكيد بين اي وواحد على كيو هتبقى علاقه عكسيه. هتبقى علاقه ايه؟ عكسيه. طيب لو انا جيت قلت لك ارسم لي العلاقه ما بين اي وتي، العلاقه ما بين اي وايه؟ ما بين اي وتي. الاي اهو والتي اهو، دي علاقه يا جماعه؟ علاقه عكسيه. طب لو جيت قلت لك بقى ارسم لي العلاقه ما بين اي وواحد على تي، بما ان الاي والتي عكسي يبقى لو انا شقلبت ده يبقى العلاقه هتتقلب ايه؟ هتتقلب طردي زي ما انتم شايفين كده. خلاص ده كده كان تقفيل للدرس الاول عندنا في الفصل الاول. ان شاء الله نشوفكم على خير في باقي الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.